السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، كلمة سريعة عن سؤال طرح علي، وهو أن أتحدث عن موضوع التكلف في قراءة القرآن الكريم. أحبتي في الله، تلاوة القرآن ما بين الإفراط والتفريط، البعض يتكلف بشدة في قراءته للقرآن فيخرج بذلك عن نطاق القراءة الصحيحة، فالبعض مثلا يتكلف في الترقيق فيصل به إلى مرحلة التقليل التي هي ما بين الفتح والإمالة فيحدث عنده خطأ، مثلا عندما نقول رقق كفروا، البعض يقول كفروا، فهذا خطأ. أيضا البعض يبالغ في تكرار الراء فيقول مثلا بسم الله الرحمن، وهذا خطأ. أيضا البعض ذكر ابن الجزري عن مثل هذه الحالات، يعني منها تطنين الغنات، وهذا أيضا من الأخطاء، عندما نقول مثلا الجنة، هذا التطنين يولد من النون أكثر من نون، فهذا يعد من الخطأ. أيضا مثل السماء، هذه الطبقات التي يولدها القارئ في الألف، فهو يولد من الألف ألفات، ومنها أيضا تمطيط الشد مثل بسم الله. فخلاصة الأمر في هذا أن البعض يتكلف بشدة أثناء قراءته للقرآن فتخرج منه مخارج غريبة وحروف غريبة، منها الهاء أيضا عندما يخرج منها صوت اهدنا، مثلا يقول اهدنا، وهذا خطأ. ومنها أيضا التكلف في عصر الأحرف والضغط عليها ضغطا زائدا حتى يخرج منها صوت يشبه صوت العين، فينتبه لهذه الأمور. أما بالنسبة للتفريط فالكثير وللأسف يقرأ بلا أحكام، والكثير يقرأ ويهمل بعض الأحكام، والكثير يهمل أيضا في إتقان المخارج والصفات. وهذا الأمر بالنسبة للحن الخفي الذي هو يتعلق بالأحكام التجويدية، بعض العلماء قالوا بحرمة ذلك، والبعض قال بالكراهة، لكن لم يقل أحد مطلقا بالإباحة، لذلك لا نستهين بهذا الأمر، لأننا نجد الآن في هذا الزمان كثير من الذين يريدون أن يقرأوا القرآن أو ممن يريدون أن يصيروا قراء ينشرون فيديوهات لهم لتلاوات من القرآن وهم يقرؤون بدون أحكام تجويدية، بل يوجد لدى البعض منهم لحن جلي، وعندما تنبه على هؤلاء لا ينتبهون وإنما يستمرون، لا تعلم حقيقة ماذا يريدون بهذا. وعندما تنظر في قناة أحدهم تجد أن له ما يقرب من 20,000 مشترك أو أقل أو أكثر، وهو لا يحسن التلاوة. لذلك أحبتي في الله ينبغي أن ننتبه لخطورة هذا الأمر. بعض المشايخ حفظهم الله والذين يتقنون التلاوة يقولون لا تضيقوا على هؤلاء الشباب، اجعلوهم يقرؤون القرآن وينشرون القرآن أفضل من نشر الأغاني والأمور الأخرى. لكن هل يجوز أن ننشر القرآن ونقرأ قراءة خاطئة؟ هل يجوز أن ننشر القرآن ونلحن لحنا جلي ونغير ونبدل في المعاني؟ لا يجوز أحبتي في الله، لا يجوز التساهل في هذا الأمر مهما كان الذي يريد أن يدعم الشباب ويقول هؤلاء مواهب وينبغي دعمهم، يعلمهم القراءة الصحيحة، لكن لا يدعم هذا الطالب وهذا القارئ وهو لا يحسن التلاوة ولا يحسن القراءة ويقول له استمر. ونجد كثير من الناس يشتركون في قناته من أجل دعمه، لكنه يقرأ خطأ ويستمر في الخطأ لأنه يجد أن المشتركين يكثرون عنده. لذلك إذا كنت تريد بتلاوة القرآن دنيا فقد فعلت ما يغضب الله عز وجل بالقراءة الخاطئة، أما إذا كنت تريد الدين وتريد نشر القرآن حقا
فعليك أن تتعلم أولا كيف تقرأ القرآن قراءة صحيحة، ثم بعد ذلك قم بتلاوة القرآن، وستجد الكثير يدعمك ويدعو لك. لأن البعض من العوام أحبتي في الله يريد أن يتعلم القرآن فيدخل على أمثال هؤلاء ويستمع للقرآن بشكل خاطئ ويظن أن هذا هو الصواب. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.